السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الطلاب، نتعرف الحين على الجهاز الإخراجي، ونتعرف في هذا الجهاز على مجموعة من المصطلحات الهامة، منها النفرون. النفرون هي الوحدة الوظيفية في الكلية. الوحدة الوظيفية وين؟ في الكلية. عندي المصطلح الثاني وهو عبارة عن الكبة. الكبة هذه توجد داخل محفظة تسمى باسم محفظة بومن. ما هي الوظيفة الأساسية للكبة هذا يا شباب؟ إنها مسؤولة عن عملية ترشيح الماء والمواد الذائبة فيه. الكبة هذه مسؤولة عن عملية ترشيح الماء، تمام، والمواد الذائبة إيش؟ الذائبة فيه. عندي بعد ذلك المثانة. والمثانة شباب هي عبارة عن العضو المسؤول عن تخزين البول لحين خروج، هي مسؤولة عن تخزين أو يتخزن فيها البول لحين خروج. عنده أيضا عملية تسمى باسم عملية إعادة الامتصاص، وهي عبارة عن العملية التي تعيد السكر إلى الدم، تعيد السكر إلى الدم. ممكن اجي عندي سؤال شباب على الشكل هذا ويقول لي في الشكل اي الارقام يشير الى الجزء في الوحده الكلويه اللي هي هذه الذي يقوم بترشيح الماء والمواد الذائبه ومنها الفضلات الاخراجيه. هل هو واحد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه؟ قلنا شباب طبعا المسؤول عن ذلك كما قلنا شباب هو الكبه، والكبه هذه بتوجد داخل محفظه بومن، وبالتالي عندي الإجابة هي رقم إيش؟ رقم واحد، وهي عبارة عن إيه؟ دمتم بصحة وعافية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.